تحياتي شيني، وماذا نرى لشيني بعد هذا الانهيار؟ وشيني انهار. طيب سامي شيني لانهار ولا حاجة، سامي شيني احنا في الموجة التالتة اللي خلينا نشوفها ببساطة. لما لقي هذا الانباص فقول ده واحد اتنين تلاتة، تراجع على شكل A B C 4 ما قبل الهدف اللي احنا محددينه، اللي عند مستويات ما بين 16 جنيه و 30 قرش لحد مستويات 18 جنيه ونص. يعني معنى كده هل في صعود؟ طيب لو انا وجبت موجة تالتة، وقلنا للمرة المليون الموجة التالتة بتصحح لحد مستويات 38 فيبو. طيب احنا فين؟ احنا عند مستويات 38 فيبو. هل السهم ممكن يتراجع شوية؟ ممكن يتراجع ويوصل لحد مستويات 50 فيبو. لكن لو نزلنا بقى على فريم ساعة بلاش، هلاقي ان انا بص بدأ يحصل ضعف واضح جدا جدا، وعندي تصحيح شبه مكتمل. اعتقد ان احنا ممكن نعمل قاع جديد وقاع ضعيف جدا ما قبل تكملة الاتجاه الصاعد، عشان اقول شيني تحول على ترند صاعد ولي نظرة ايجابية لازم شيني يطلع ويستقر فوق المستويات دي اللي هي مستويات 13 جنيه و20 قرش. غير كده شكليات، يعني شيني ما زال تحت ضغط 13 جنيه و20 قرش. لكن لو لاحظنا مع بعض وشفنا ان دي الموجة سي، فده بالنسبة لي 1 2 3 تراجع ب4، اعتقد هعمل 5 اللي ممكن تيجي منقطعة او باي شكل، وبعد كده هكمل في الاتجاه الصاعد. ما زلت ارى في شيني صعود، وما زلت ارى ان احنا عندنا اهداف ما بين مستويات 16 جنيه و35 قرش لحد مستويات 18 جنيه و35 قرش، ولسه فاضل لنا قمة ما قبل تصحيح الموجة الثالثة اللي جت عنيفة وبدأت من المستويات اللي احنا شايفينها هنا. المستويات دي اللي بدأت معايا من مستويات 3 جنيه او 4 جنيه، يعني ده اللي انا شايفه على شيني، وبالتوفيق.